السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية قتل البرص أو الوزغ في المنام. قتل البرص تشير إلى حدوث أمور مبشرة في حياة الرائي. قتل البرص تشير إلى تخلص الرائي من شخص سيء وحاقد في حياته. تشير أيضا إلى تعرض الرائي لمشكلة إذا نفخ البرص في جسد الرائي. رؤيا قتل البرص في المنام تشير إلى تخلص الرائي من شر وأمور سيئة كانت تلحق به. رؤيا قتل البرص في منام العزباء تشير إلى أن الفترة القادمة من حياتها ستكون مليئة بالخير والرزق والبركة. رؤية العزباء البرص يقف بجانبها تشير إلى أن هناك كلام سيء وكاذب يقال عنها. تفسير رؤية قتل البرص في المنام للمتزوجة تشير إلى انتهاء فترة صعبة كانت تمر بها. قتل البرص للمتزوجة يدل على خير كثير ورزق وفير لها ولأسرتها. رؤية البرص في منام المتزوجة يدل على خلافات ومشاكل، وإذا تم قتل البرص يدل على انتهاء المشاكل. رؤية الحامل قتل البرص في المنام تشير إلى أنها سوف تخضع لعملية ولادة سهلة وميسرة، وستكون بصحة جيدة هي وطفلها والله أعلم. ويرى ابن سيرين أن رؤية قتل البرص في المنام تشير إلى أن الشر الذي كان يتربص بالحالم سوف ينتهي، أو أن شخصا ما يكره الحالم ويخطط لإيذائه ولكنه سوف يفشل، ومن رأى أنه يقوم بقتل برص في المنام بيده دلالة على أن الحالم شخص حكيم وتقي. إذا قمت بضرب البرص في الحلم فسوف تصبح غني وفقا لحجمه. رؤية الرجل أنه يقتل برص في المنام تشير إلى تخلصه من امرأة سيئة ومخادعة موجودة في حياته. رؤية الرجل يقتل البرص تشير إلى تيسير في أموره وخروجه سريعا من أزمة مادية سيتعرض لها. رؤية العزباء أنها تقتل برص تشير إلى انتهاء ارتباطها بشخص مخادع ومؤذي كان يتسبب في حزن شديد لها. رؤية المطلقة أنها تقتل برص في المنام تشير إلى أنها ستستطيع حل مشكلة تمر بها أو يتعرض لها أحد أبنائها، وتشير إلى نجاحها في تجاوز أي صعوبات أو عقبات تعوق طريقها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.